نصوم جهه يا بنتي يا خبا على راسك كتشوفوا بس الا جا شي واحد راني على المود ماشي مشكل والله اسمعي سميتي تخرج بلاتي غادي نسير ماشي مشكل وي خالد مزيانو مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا واكيد كلكم تتذكروا قضيه خديجه زوجة المحامي اللي على حساب القصد لا خديجه اللي على حساب القول ديالها انها كانت زوجة المحامي من سنه 2016 وكان واحد المشكل من بعد اكتشفت ان العقد ديال الزواج مزور وان العدول اللي جاب ليها للدار وعقدات الزواج ما عدولش تما كانت صدمه كبيره عليها كانت حامله بالبنيته اللي دابا الحمد لله راه عندها 10 شهور والقضيه على انظار المحكمه واليوم اول مره كنتواجدوا بمسقط الراس خديجه دوار لليطو كيحضر معنا الاب ديالها زوجة الاب والعمه ديالها السلام عليكم سيدي السلام ورحمه الله وبركاته مازال غنتكلم معك خديجه اللي ما كانت الجلسه نعم خذي الميكرو وقولنا شنو اللي طرا اليوم في الجلسه اللي ما كانت عندك الجلسه هكا سيدي الجلسه كانت عندك ديال النسب ولا ديال الدار السلام عليكم درقي البوت درتي كتخدمي السلام عليكم تنشكر الموقع ديال قناه شوف تي في كنشكر السيد المدير الاستاذ دريس كنشكر الاخت سعاد وكنشكر على التنقل حتى لمسقط راس ديالي البارح كانت عندي الجلسة اللي أنا متابعة فيها الضرب والجرح وإهانة محامي حضر معايا الشاهد ديالي اللي شهد ليا فنهار اللي تضربت فيه في كرشي وأنا كانت عندي 8 شهور الحمل اللي ضربني الزوج ديالي اللي هو محامي من طبيعة الحال حضرت أنا حضر الشاهد وحضرت معايا الأستاذة مريم جمال الإدريسي من هيئة الدار البيضاء كنشكرها من هذا المنبر هذا وعمرني ما ننسى لها الخير ديالها ونابز على الاستاذ عبد الفتاح زهراش هو مشكور من المنبر ديالكم اليوم شنو اللي المحكمه تم التاجيل ديالها طلب شهود شنو اللي تم التاجيل ديالها على المشتكى نعم اللي هو الزوج ديالي هو اللي مستشكي باش نبلغوا المشكل انه ما تبلغش انه يعني هو اللي مشتكي وما تبلغش نعم المحكمه ما كيخويها ساكن فيها وما تبلغش قال لي خصني نبلغوا يعني حدا الشاهد نادت السيده القاضيه المشكوره حتى هي نادت واخا انا بسم الله استاذه القاضيه المشكوره اللي كنشكرها حتى هي من هذا المنبر هذا نادت على الشاهد ديالي اللي هو سميتو عبد الرحمن دلبش عطى الوثائق ديالو دلاب التعريف ديالو وداك الشيء قالت لي يعاد احسن باش نبلغوه هو نعم ملي خرج خصني ندير الاجراءات التبليغ هذا هو المشكل الكبير اللي طحت فيه مشيت الناس اللي كانوا معايا واقفين معايا قال لي صافي حنا نمشيو نشوفوا لك مفوض علاش كتبكي قلت لهم انا راه عارفه حتى مفوض ما يبلغوا مشيت تندور على مفوض حتى مفوض ما بغى يبلغ علاش تمشيت يقول لك محامي ما نقدرش على محامي انا محامي ما نقدرش دابا هو ملي كتقولوا بغيت نبلغ كتعطي الصفه ديال الزوج ديالك يقولوا لك لا ما يمكنش تنبغي نخبي نعم ملي تتوصل لا ما يمكنش خصك تعطي الصفه ملي تنقول لهم راه شنو راه محامي تيقول لك دابز مع العافيه وما دابش مع المحامي تيقول لك انا دوريا محامي تقني درا كاملين قال لك ما نقدرش يعني لقيت راسك في هذا الاشكال ديال التبليغ يعني انا دابا بغيت مفوض خصني نخرج خارج الهيئه خصني نمشي ملي سولت عيط قال لي فين كتسكني قلت لهم عندي لاكارت في قنيطره قال لك لا خصك تمشي للمحكمه تما ويعطيوك مفوض حتى مفوض ما بغى يخرج عيل العدول العدول وحلت فيهم بغيت نكتب لافيف عدلي العدول وحلت فيهم قال لك ما يمكنناش نكتبوا حنا خدامين عام على المحامون واخا تعطينا انت حتى 30 مليون عاد تقطع لنا رزقنا حيت هذاك كيبقى محامي تيقول لك هما تيقول لك عندهم هذيك الاعراف ديالهم محامي خط احمر كون محامي دي يعني اللي الحاجه اللي اكتشفتها انا في هذا الوقت هذا يعني محامي شي وحده تزوج محامي ولا شي واحد يكون عنده شي مشكل مع محامي يعني يشبع فيه المحامي تصرفيق ما عندوش الحق يهضر المحامي دقدق امه ما عندوش الحق يهضر هذاك تيكون محامي تيقول لك انا حتى واحد ما يهضر معايا وتيقول لهم صاحبي عاوني نقيب فعلا انا تاكدت لا ما تكلموش في هاد المسائل ديال
هاد المساله ديال الهيئه، لان نخليو هذاك الشيء خاص، ندوزو للقضيه ديالك خديجه باش نذكروا الناس بالقضيه ديالك. انت تصدمتي انك لقيت انك عند راسك مزوجه بعقد اللي هو شرعي، اكتشفتي انه مزوج. تفضلي غير باختصار ذكري بالقضيه ديالك، لان شحال تقريبا راه مده مع كورونا، وكانوا الجلسات ما كيكونوش علني فاكا، واصلا فات الجلسات كيكونوا، فبالتالي ذكرنا بالقضيه ديالك. انا السيده اللي تزوج بمتمرن، ما كانش هذيك الساعه محامي، متمرن. انا خدام الخدمه ديالي الخياطه، عندي المحل في ولاد وجيه اللي معروف كلشي كيعرفوا ديالي الخياطه. السيد وقفت معاه، عاونته، وقف على رجليه. النهار اللي ولا محامي رسمي، وبقيت انا وياه، وكيجري معايا عند الطبيب باش نولد. انا عندي مشكل ما يمكنليش نولد، ورديت لكم بالوراق ودليت بهم القنوات اخرين، ما يمكنليش الولد. من نهار اللي من عند الله حتى حماليت، ملي حماليت السيد صافي، ما عرفتش شنو نقول لك. داك الشيء اللي صابو، صابو الجنون، صابو الحماق، صابو يعني. الطبيب ملي تيقول له راه حامله، بقى كاين بحال جاتو الهستيريا مع الطبيب، تيقول له لا ما يمكنش، تيقول له راه حامله. داك الشيء بحال السيد بغى يحماق. صافي تما اش نقول لك، من تما بدات المعاناه ديالي، من شهر 8 في 2019. من تما وانا كنعاني، راكم جيتوا عندي داك الوقت. و نعم تعرفتي انا كي مزوجه بعقد، ملي وقع اللي وقع ولقيته مع وحده، وديت له البوليس على حساب اساس الخيانه الزوجيه. خرج مشيت انا وخويا فاش لقينا معاه الوحده، جاو البوليس، اتصلت بالبوليس، جاو ربعه الفار قوات، جا الكومي ما بغاش يحل الباب، بقى فرعن حتى جا الكوميسير قال له تحل الباب ولا نفرعو. ملي حل الباب هابط هو وهذيك خيتي، تيقول لهم هذيك السيده ماشي مراتي. قال له خويا كيفاش؟ قال له ماشي مراتي. قال له الكوميسير وعلاش؟ قال لي علاش معيطه لينا ملي ماشي راجلك؟ قال لي عطيني شي حاجه كدلي بان السيد راه راجلك. وريتهم التليفون، وريتهم الميساجات، وريتهم الواتساب، وريتهم التصاور، وريتهم كلشي. عقد الزواج، عقد الزواج صيفط خويا عيجيبو، لقى خويا الباليزه مطرطقه، هاز ليا العقد، هاز ليا فلوس، هاز لي كارنيه الحاله المدنيه. هاد لي كارنيه الحاله المدنيه وقعت عليه ضجه مع الطليق ديالي، حتى هو معيط له بزاف ديال الحوايج، هذا موضوع اخر. صافي ما لقيت حتى شي حاجه. والعدول اللي جاو عندك تكاتبوا؟ العدول اللي جاو عندي مشيت فعلا، مشيت حتى لعند العدول وداوني الناس. لا مشيت للعماره اللي كاينه عندنا في قنيطره فيها العدلان، ما لقيت حتى عدل. هذاك العدلان اللي جاب ليا من كي حتى هو العقد اللي كتبوا العقد ما كاينينش بصفه نهائيا، ما كاينينش. هذاك العدلان كيدوروا هذوك شي جوج صحابو، ولا الله يعلم شنو جابهم، وقيلا من قبيلتهم من وزان، جاو ضحكوا عليا ولا الله يعلم. واخا نعطيو الكلمه، اكيد الاب ديالك واحد من الناس اللي تصدم، وما كانش يعني ما كانش كيظن ان هذا الشيء وقع له، وكان هو كيجي عندكم. هو كان كيجي عندنا، كيعرفوه الاولاد الجيران، كان تيجي عندنا في العرس القبيله هنا، وكان تيجي حتى للقبيله ديال ماما اللي هي كانت ماما من دار قداري، كيمشي في العرس في الموتات في كل شيء، كيمشي حتى تما. راه مده ديال 4 سنين تقريبا وحنا مزوجين. كنتي والو ما عقتي والو، قالت كنخدم عليه وقفته ولا على اساس راجلك؟ على اساس راه واش ماشي راجلي وعنجيبو لدارنا؟ ماشي راجلي عنجيبو لدارنا؟ مالنا حنا ولينا اش من يهود ولا حاجه ولا ما شنو غنقول كاع، مالنا شنو وليت؟ ماشي راجلي وعنجيبو لدارنا؟ وماشي راجلي وعيجي عندي با، يجي عندي العائله ديالي، يجي عندي ولاد عمي، يجي عندي خوتي، يجي عندي خوالي، خالاتي، كلشي يجي عندي، صحابك كيجيو عندي. هنا الباديه يعني كتكون، وهنا الباديه العروبيه هنايا الضواغر الله يطورها معروفه، ما كاينش اللي ما يعرفهاش المنطقه ديال ولاد حنون، الاقليم ديال سيد سليمان. وانا وقت مريت يجيب لي شوكي خطري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما بغيناش نجيو عندك في هاد الظروف، لان قالت لي خديجه انك انت من اكثر الناس اللي تصدمتوا، ما ظنيتيش هاد الشيء كاع. ما ظنيتش هاد الشيء غيكون، تجي عندنا هنايا ونفرحوا به ونهزوا به، وهذا حبيبنا وخونا، وما تنخليو ما تنديروا معاه، وتنمشيو هنا والناس حتى للدار عنده هو، ويجي عندنا هو لهن، وفاش تحس مريض هو يجي يجيب لي شواكي تاع الكلينيك، هو اللي يجيب لي شواكي، غدا الغادي جاي. والطبيب الدكتور دوك الناس عندو راه عارفو، عارفو علاش تخرج بنتك؟ شوي يجي عندنا هنا نرحبو به، ما نخليو ما نديرو معاه، ما درت من نديرو زرد الطلبة نجيبو، نديرو عرس نجيبو، ما كانش حتى تيجي. شحال كيبقى نسيبو؟ ويلي وتنفرطو فيه؟ إيوا تما قال لك ولا وقع الواقعة، هو قال لك أسيدي راه هو غوتلي كنا في الموتى ديال نسيبي. نعم. نسيب ولدي. غوتلي قال لي أسيدي ديك العلاقة اللي ما بيني وبين خديجة راه ما بقى منها والو. قلت له علاش؟
وقال لي ما كاينش وانا ديك وانا ديك وبا امي ما بغاوش وبا يوقدوا ودار باك امك وسمعتي المراه هربتي وقد ما سي بالك اللي كاين دابا قالت لي خديجه انت تصدمتي انه بالاولاد وسي ما غتصدمني وهو اللي زاد انا كنت مريض وزادني هو والله العظيم لا زادني هو بالله لا درنا فيه خير كبير وما اعترفش به خليتي لي باب دار زوج ويلي واه لا تيبات لا تيبات لا ما تيبات ماشي ليلى ماشي ليلتين ماشي هذاك راه حبيبنا وراه نسيبنا وحبابنا ونسابنا دينا عندهم وتقبلوه والله العظيم نهار تاني بغا يضحك علينا انا ما سموش غيدير هذا الشيء ومني عرفتي هذا الزواج من هذا العقد مزور دابا ما عرفناش مزور جابت لنا ديري هكا قالت لك سيدي ها العقد انا دايره مع العقد انا جبت البرا ديال الراجل الاخر ودرت العقد قالوا لي انت واصله ما تحتاجي لا باك لا امك اجي انت غنديروا معك كاغيط جاب العدل للدار داروا الكاغيط ومشاو بحالاتهم نهار اللي داك كاغيط مزور نهار اللي باش بغا نوض معاه الغوت وصداع حيدو ما خلاش نعم هذه دابا مشات عند القوزه باش تقلب على الكاغيط قالوا لها ما كاينش غير الكاغيط ديالك نعم ولكن راه الشهود في الدار ديالها الملمحه اللي كان كاري ليها راه كلشي على اساس راه هو راجلها وكلهم تيشهدوا وانا الملمحه قال الملمحه اللي كانوا عندهم قالوا هذا اللي كانت راها عندنا وانا خلصت الرهينه وكل عيد تيشري العيد الناس كاع عارفين لما عارفين الناس وشنو تقول في هذه القضيه اللي صعيبه مع اي اب صعيبه ودابا راه ولدات بنيت الله يخليها لك راه وليتي جد هو هي هو كيغدي لي معاه وهو اللي هو اللي ماشي مسلم اللي دار هاد المناكير راه خايبه له شنو نقولوا له معقوله سمعوا انا مع الله الا كان هذا الشيء واختي ما عندنا ما غنديروا له نعم واخا الزوجه ديال الاولى لا لا هذه لا الاولى الله يرحمها هي كتجي عندنا نسيبنا ما داير فيه الثقه وحاسبنا بحال ولادنا ما ظنيتيش يخرج ما ظنيتش فيه وما كتبانش عليه ما عمرني انا شكي فيه غيكون يدير هذا الشيء هذا مزوج دريه راه مزوج دريه على عبد الله رسول الله تيجي معاها ويجي بلا بيها تكون هي هنا وتيجي يسبحها يجلس معاها هنا يبات عندنا هنا فاش كان الراجل مريض غادي يجي دابا العجه دابا الطلبه كنعيطوا عليه كان شي حاجه عند العائله تيمشي معانا فهمت الاخر قالت لك ودي راه شنو انا ما توقعتش والله ما طيقت انا ما قدرتش نقول ولا عيطت له اه اول حتى انا حدا تيهضر معاه عيطت له الموجه الموجه ديال العلاقه معاه وما بقاتش هادي وانا والديا ما حملوهاش ليا وقالوا لي انت يا والده وانت ما عمرك تزوجتي وتزوجتي بيا وعاد فكرتي دابا ايوا قال لها شنو دابا قلت لها صافي ما عمرنا ما عندي حاجه بيا انا ما عمرني عرفتها كاع وانا ويا شرينا انا ويا مشينا للملحوان ديال القنيطره انا ويا شرينا العيد خلص العيد ب 40000 خلص العيد ب 40000 وغوت عليها قال لها شوفي قال لها صوري الحولي لا طيب الدهن عمرك تشك فيه صورنا الحولي وخلصوا ب 40000 وبقيت وقواك معايا قال لي غتبات قلت له لا غنمشي وبقيت شديت المركوب جيت وهو ولا للدار هو ويا هو وعلاش غوت لك هو قال لك اجي ما عرفتش شري الحولي اي قال لي تعال انا نشري معايا الحولي ما عرفتش تعال نشري معانا ومشيت حتى الليل وحنا تنشري بداك الحولي ودابا حتى هاد البنيه ما بغاش يعترف بها هو طلب ما اعترفش بالبنت ما اعترفش بها قال لها ما كنت خايف كاع دابا الا عندك شي عقد تاني جبدي وهذيك العلاقه زدت العدل خدي الميكرو جبدي العدل للدار وحتى الدري الصغير راه هو حتى الدري الصغير راه كيقول لك جا عندنا جا عندنا كان هو وجا معاه جوج ديال الناس وماما كانت في الكوزينه وها شنو داروا ها شنو داروا ايوا نسيت اه في الاخر قال لك ما كاين حتى شي حاجه وهو كان تيقول مع الدري ما تهضريش مع الدري وانت ماشي شغلك فيه كاع خرجي سوقو على الدري على ولدها كان زعما معتني فيه وكان تيقول بابا زعما هو الدري تسكت يقول له بابا هو تي يشتف خديجه وتيمشي عند هو وياك دابا داك الدريري ما تيعرفش سقسيو هاد الدريري سقسيو هاد الدريري يقولوا له ودي هذا اللي كان معكم شكون هو اش يقول له وتيقول له ما تنعس تحفظ يعني الحل ديالو ويلي وتيتخاصم معاه تيقول له ما تضربيش ديه المدرسة وسيري جيبي من المدرسة ضربوا طوموبيل ضربوا شي حاجة ما تبقاش رخية على الون وما ضربيش وتضربيه راه ما تخسري وخاطر وما غيقراش وما تخليش الناس المحفظ ونهار الثاني سيدي العجب هذا ما عرفت داكشي كيفاش وقع له. انا استوعبتيش حتى الساعة ما قضيتيش انا تما مشتو ما كذبش عليك انا فاك كنا بحال الموتي ديال مسلمي غوت لي
قال لي راه خديجه ما بقى بيني وبينها راه نتخاصم انا وياها ما بقى بيني وبينها والو. قلت له على الشيطان. قال لي راه انا نخزيه وقطع لي التليفون. تفارقت ما بقى بينكم هذيك البنيه؟ ايوا شغل. وهذه عندها 10 شهور دابا. تما انا وتما شفتهم من هذيك العصر ما شفتهم. وخو دابا القضيه عند المحكمه خديجه راه مازال غنهضروا معاك. واخا تفضلي. اري هادي اري سميتها اري هادي ما تبينيش لي عافاك بها عندك كلشي. القضية ديال النسب شنو درتي فيها؟ القضية ديال النسب دار ليا الأستاذ عبد الرافع إبراهيم من هيئة الرباط مشكور حتى هو من بار ديالكم. دار ليا دعوة، الدعوة دخلت ليا الحفظ، مشيت خرجتها من الحفظ باقا ما دازت حتى شي جلسة. هو ما بغاش حتى واحد ما بغا يبلغوا ليا وحلت في التبليغ. حتى في قضيه النسب نعم ما بغاش يتبلغ ليا يعني في الضرب والجرح وفي في القضايا بجوج ما كيبغيش يتبلغ ليا ما تيبغي لي حتى واحد يبلغوا ليا. المهم تخلي الميل في الحفظ شي تخرجتو دليس بشي الاشهادات ايغاليزي حتى تعادل ما بغى يكتب ليا دليس باشهادات ايغاليزي ديال الشهود اللي عندي ودليس بالصور وباقي غدا ندلي بحوايج اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي تيبينوا الهضره ديالو اللي تيقول لي الزوجه ديالي مراتي داكشي كلشي ان شاء الله يعني كلشي المسائل عندك كلشي غدا ندلي به ان شاء الله السيد القاضي ديال المحكمه ديال القنيطره. انت بغيتي لا دين دابا هاد البنت شنو غندير لها؟ البنت شنو غندير للبنت؟ البنت اللي نضع يقول لها لقيطه شنو غندير لها؟ شنو ذنب هذيك البنت؟ واخا البنت انا بيني وبين الله عارفه بنتي راها سولت ناس اللي قارين لك انت انا جاهله سولت ناس اللي قارين قالوا لي بنتك حلاله طيبه ما تعيديهاش فهمتيني ولكن انا باغا بغيت ندير لها غير كنيته بغيت ندير لبنتي غير باسبور ونهز ولادي ونخوي هنكذبش عليك نخوي انا هذا المغرب نسمح له فيه بنتي انا وحالتها في الباسبور باش نطلعوا ليها خاصني ضروري النسب ديالها هاد المحامي اللي كنت انا كنكذب عليه يديروا لا دي ان ويجيو يشوفوا واش الا كذبت عليه يعاقبوني باش ما بغاو نتعاقب انا باش ما بغاو هما ولكن راه باش يضحك عليا بهاد الطريقه راه من عمر المستحيل راه ما نسمحش كلشي حتى لولادي ما نسمحش في حقي انا بغيت نقول له كاع ما يقولش نهار راه خديجه غادا تمل غادي القرابه تسبن ديال صحابو اللي كيصيفط ليا وعاد خديجه راه المراه الحديديه اللي ما ترجعش للور راه كلشي نتمنى بخير ما تبكيش يا خديجه ما تبكيش. اذا المشاهدين كيف كنقولوا الدموع صعاب الانسان باش كيخرجهم كتبكي على وليداتها على كبتها انا ما بغيتش نتزوج بقى لاصق لي بحالشي ما عرفت شنو قلت له شوف انا عندي ولدي غنخدم على ولدي غنخدم غير على ولدي بارك عليا هذا اللي بغيت بقى لاصقني انا غنوقف معاك انا عندي عقليه مثقفه انا قاري انا ما كتهمنيش هاد الدارنا ما كيهمنيش هاد شويه ولي يقولي الا امي الا هادي حتى مول لقيتها ما فراسهاش الخبار حتى عيطت ليها انا في العيد قلت لها انا راه مرات ولدك تصدمات ولا الله يعلم حتى هما ولا الله يعلم ما عرفتش ما بقيتش انا تنتيق حتى شي واحد صافي تقهرت ما بقيت نتيق حتى شي واحد وهضرت مع اختو وقلت ليها انا راه مرات خوك وراه شنو عاودت ليها ما فهمتش وداز من وراها ما عرفت شحال شي ما كنتيش كتمشي عندهم ملي كنتو مزوجين قال لي ما باغيينش دارنا انا ملي فاش عيطت لهم دزت عليها عام عيطت ليه عام الزواج عيطت لامو قلت لها شوفي راه شنو انا راه مرات ولدك عيطت لاختو اختو قالت لي شوفي قالت لي انت تجوج قلت لها شنو قالت لي شدي الكار وتبعيه اجي للدار اجي لدارك قلت لها لا راه قالت لي قلت لك اجي للدار خرج عيط لي قال لي لا مشيتي جيتي للدار انتحر بحال هكا قال لي راكي مجوجه بيا ما مجوجاش امي وخوتي صافي جلس شداتني اختي قالت لي ما تمشيش خليتي يجي راجلك وديري معاه حل ما تمشيش جلستي فحالك عيطت انا لمو قلت لها راه شنو على حساب الولد قالت لي انا ولدي لا طاح في العافيه نطيح معاه بغاك ولدي غنبغيك ما بغاكش ولدي ما غنبغيكش هادشي اللي قالت لي امو انا دابا داك السيد ملي لقيت العقد مزور راه من الامر المستحيل وتا وحده ما عتبغيها تلقى الراجل غادرها واش عترجع له واش عيحل ليها
السيد النقيب اللي كان قلت له استاذ يجي يدير معايا حل نعطيه شك في 50 مليون ولا التزام في 60 مليون ديال النفقه ديال البنت انني شاد النفقه ديال البنت يجي يدير معايا اعتراف البنت اقرار بون هو شي حاجه بنتي باش نضمن بنتي انا نعطيه انا نخلص العدلان انا نخلص محامون بشحال ما بغى انا نخلصهم يجي يدير معايا وما نتشوهش وما نتفضحش صافي قال له ما عند ماما تصور مني تهضر غنوقف لي 20 محامي حتى محامي ما يقدر ينوب عليها وفعلا هضر سهيل حتى محامي ما يقدر ينوب عليها والحمد لله من بعد جات مريم ادريسي نابت عليك ومن بعد استاذه مريم ادريسي مشكوره داكشي اللي دارت معايا ما ديرش معايا خصي بنت امي وبا راه باش تجي انسانه مسكينه تسمح في الملفات ديالها وتجي من كازا خاسره لوطوروت خاسره المازوت خاسره وقتها وتجي عندي دوز الجلسه وتشي كتجري راه ما ديرها معايا حتى شي وحده راه ماشي ساهله باش عاد تجي وشحال من ملف تمغاده جايه وحتى الاستاذ عبد الفتاح زهره شاو تنشكرو وتنشكر الاستاذ الهيني حتى هو وتنشكر الاستاذ ابراهيم عبد الرافيع ما بغيناكش نبكي وحنا ان شاء الله بغينا نجيو وحنا نتبعوا معك هذه القضيه ولا كنتي صاحبه حق راه اكيد غتسهلي داك صاحبه حق راه شوفي انا ما انا راه شتي ملي كنت جيت وكنت مضروبه وراه ما بكيتش راه كنت مضروبه واكله العصا وضربني في كرشي وكيشتف عليا في وسط المحكمه وبالبدله وطفى عليا الكارو راه تشهد راه دلا بهاد الهضره الشهود دلا الشاهد بهاد دلا بالهضره عند البوليس عند المحضر قال لهم طفى عليها الكارو وشتف عليها راه دلا بيها وقال لهم ما عند تعتقلش والله لا تعتقل حتى دقيقه وفعلا ما تعتقلش كانوا دايرين له المتابعه تحيدت المتابعه ولات غير متابعه بالعنف ما فهمتش انا داكشي انا ما تفهم لي والو يعني اي مواطن عنده مشكل مع محامي مشات على عينه شنو كطالب اليوم انا كنطالب بحقي حقي وحق بنتي مريم ما يضيعش حق بنتي مريم ما يضيعش حيد تقليد ديال هذيك البنيه على المسؤولين لا ما خداوش لحقها راه يبقى عليهم تقليد تقليد عيبقى عليهم وانا راه ما نسكت لليوم لا غدا ولو نخرج بوحدي 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 نهز بنتي في ظهري وما نسكتش ما نتراجعش على حقي حقي وحق بنتي ولا بد منه حيت هاد الشارع بزاف جا عندي تن هنا لدارنا تيجي معايا لدارنا شكون هو اش بغى يكون حتى دخل جاي لي داخل نعس والصبا وخوتي وعائلتي ونتمنوا خير اذا المشاهدين احنا الان كنتواجدوا بدوار لاليطو في مسقط راس ديال خديجه معها الاب ديالها زوجات الاب العائله هنا في الباديه خديجه كتبكي قالت بغيت غير حقي وحق بنتي وكثر شي واحد حق بنتي بغيت ندير ليها نسب انا ما بغيتش بنتي تكبر وتلقى اسم الاب ما كاينش انا بغيت بنتي مادام كاين الاب ديالها اذا تحط باسم الاب تحط باسم الاب ديالها ما بقى لي الا نودعكم دمتم في امان الله وغنلقاكم بعد قليل مع شهود الناس ديال القبيله اللي جاوا بغاو يعطيو حتى هما الكلمه في هذه القضيه ديال خديجه